على البال كل التفاصيل على البال. ضيفنا اليوم شاعر مميز خاض الشعر في كافة مجالاته، في الشعر النظمي والمحاورة والعرضة، واليوم له آراءه المختلفة حيال ذلك. صوت الرحى كانوا من أول يطحنون على الرحى، ما يتعيبون أي شيء، يعني كانت الحياة بسيطة جدا. صوت الرحى والبر صوته ليندار، والقربة مدبوغة وماها زلالي بداوة الأجداد، وفي الأشبار والحمل ينقل في ظهور الجمالي، وأنا بدوي ومولع مشي الأقفار، ورعى الإبل في روض ممطر وخالي، وقدر الطيب وحافظ على الجار، وزلت رفيقي نقطة في شمالي، وجيت في المجلس فلاني بثرثار، ولا استمع في هرج قيل وقالي، بويا هم عودني على خير الأذكار، ولا أقول أنا كامل لله الكمالي، وختامها صلوا على خير الأبرار، شفيعنا يوم الحشر والسوال. بلا وهذه مصيبة ترى، يعني كلمة شف، يعني خلنا واقعيين، أنت لو قلت أنا الشاعر المثالي، هذا إن شاء الله مثالي ما عندك مشكلة مثلا، صحيح. لكن أنا لو قلت أنا شاعر القبيلة، أو أنا لسان القبيلة، أو أنا أمثل القبيلة، فارس القبيلة، هذه مشكلة. أول شيء اللقب هذا ما يلقبك إياه إلا القبيلة، لأن هذا ملك القبيلة مو ملكك. يعني نقول عبد الله يعرف من يروح له؟ لا، مو ما يعرف من يروح له. أنت يعني لا تراكم أنت خطيرين يا الإعلاميين. لا، نبيك تعطينا شيء. والله شوف، أنا ما أروح إلا للطيب الكفو. إيه. صراحة ولا أمدح إلا الطيب اللي يستحق المدح، ولا من مدحته قال والرئي صح لسانه، عز الله يستحق المدح. ولا سمعت في واحد يعطي ورجال بخير وقال اكتب في قصيدة وإن شاء الله تكتب؟ والله شوف، بالنسبة للي في خير يستاهل، أما اللي ما في خير ما تبقى كاتبين فيه. على البال كل التفاصيل على البال، وإحنا التفاصيل على البال.